كما بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير فيليب دوق أدنبرا وأعرب جلالة الملك المفدى في البرقية عن خالص تعزيه وصادق مواساته لصاحب السمو الملكي ولي العهد ولي عهد المملكه المتحده وحكومه وشعب بريطانيا الصديق راجيا الرحمه للفقيد وللاسره المالكه الكريمه جميل الصبر وحسن العزاء مستذكرا جلالته مناقب الفقيد الراحل واسهاماته الطيبه طوال سنوات حياته الحافله بالانجازات خدمه للمملكه المتحده وشعبها الصديق